ديما مساء الخير، يعطيك العافية. مساء النور أستاذ سمير. يسعد مساكي يا ديما، أهلا وسهلا فيك ديما. التقرير الأممي اليوم قطع الشك باليقين أن النظام هو من فعلها، ما ضل غير يقولوا اسم يعني الذي فعلها بشار الأسد. ما ردت فعل الشارع الدمشقي؟ الناس ماذا تقول بهذا الخصوص؟ وأطلعيني على آخر المستجدات يا ديما، تفضلي، لك الحرية والهواء. يعني التقرير حقيقة في هذا الوقت وتأخير التقرير إلى هذا الوقت أثار يعني سخرية واستهزاء السوريين، وبالذات يعني أن النظام قبل ذلك قد وافق على نزع السلاح الكيماوي، فلما ينزعه إن لم يكن هو من استخدمه؟ يعني لما يصر العالم على أن ينزع السلاح الكيماوي إن لم يكن النظام هو من استخدمه؟ يعني هذا التقرير حقيقة في هذا التوقيت لا قيمة له عند السوريين، وعند يعني بالذات أبناء ريف دمشق الذين إلى الآن لا زالوا يعانون من تبعات السلاح الكيماوي. وبدلا يعني أن يعاقب المجتمع الدولي مستخدم السلاح الكيماوي ومستخدم إحدى الأسلحة التي يقتل فيها السوريون، يعني باتوا يحاولون نزع السلاح منه فقط، ويعني هي محاولات مطمطة، أعطوهم مهلة تزيد عن 9 شهور حتى الآن. عذرا ديما، خليني اتناقش انا وياك شوي. هناك من يعتقد يا ديما، او يعني راح احكيها بمثل مبسط، يعني هلا الشرطه لما بيلقوا القبض على مجرم اول شيء بيقولوا له ارمي سلاحك، هذا شيء معروف اليس كذلك يا ديما؟ يعني اول شيء بيقولوا ارمي سلاحك، بعد ما يرمي سلاحه بيقولوا انبطح على الارض، بعد ما ينبطح على الارض بيمسكوه بيشتغل مثل ما بيقولوا بالسفق والرائع بالعاميه يعني، وبيحاكموه الى اخره. هل هناك بالشارع الدمشقي يعني شعور لدى الناس أن بشار الأسد نجا من تلك المجزرة، يعني من المحاكمة من المحاسبة، أم أن الناس تعتقد أن هذه خطوة، تسليم السلاح الكيماوي الآن خطوة والمحاسبة ستأتي لاحقا تباعا؟ عرف عن أمريكا عادتها دائما تأخذ السلاح الطغاة، كما حصل في ليبيا، كما حصل في العراق، أخذوا فتشوا على الكيماوي، أخذوا السلاح، بعدين صار اللي صار، بتعرفي انطباع الناس ما هو بهذا الشخص؟ وحسب بشار يعني لا يختلف اثنين على ان يعني الاستخدام البشار الكيماوي يعني سقوطه، يعني سواء عاجلا ام اجلا، لكن موقف المجتمع الدولي المتخاذل هو ما يثير حنق السوريين. يعني آلة القتل ستبقى مستمره لاكثر من 9 شهور كما صرح المسؤولون الدوليون. آلة القتل هذه ستبقى مستمره على الرغم من ان بشار، يعني نحن متاكدون ان بشار يعني سيسقط اجلا ام لاحقا، ليس بيد المجتمع الدولي وانما على يد الجيش الحر، و أيضا إصرار السوريين على إسقاطه. المجتمع الدولي لن يساعدنا في ذلك، إنما سينزع من يعني سوريا الأسلحة التي ربما تهدده لاحقا. يعني أما موضوع يعني أداة القتل فهم لم يسحبوا منه كل أدوات القتل، أنت تعلم أن يعني أدوات القتل الأخرى مستمرة، صواريخ الإسقاط، صواريخ الأرض أرض، الطيران، يعني كل الأسلحة اليوم بات يستخدمها. أيضا موضوع الحصار الغذائي الذي يعني المجتمع الدولي أدخل لجنة المراقبين والمفتشين على الأسلحة الكيماوية إلى داخل الغوطة الغربية المعظمية التي تعاني الأمرين بسبب الحصار عليها، طفلين قتلوا يعني استشهدوا بسبب نقص الغذاء، واليوم هناك أكثر من 30 طفل مهددون أيضا يعني بالوفاة بسبب الأوضاع الإنسانية السيئة. حتى الآن يعني يعجز المجتمع الدولي عن مكافحة يعني الحصار الذي يشنه النظام على الشعب السوري، ومن هنا تبدو يعني صفقتهم وعدم يعني اهتمامهم بالإنسانية وبمعاناة السوريين. طيب ديما اليوم، عذرا ديما، يعني بدي أفهم منك هالقضية بشكل كثير مهم. اليوم هناك كلام كان على لسان زهران علوش أن بعض كتائب وألوية الجيش في دمشق سيقومون بالتوحد للانطلاق لعمليات أكبر في العاصمة. ما أخبار الجيش الحر في العاصمة لو تكرم فيه؟ تفضلي سيدة ديما. الجيش الحر في العاصمة يعني يربك النظام، وما استخدام النظام للسلاح الكيماوي إلا دليل على فشله في منع تقدم الجيش الحر، وبالذات يعني الجبهة التي فتحت بين جوبر والحي القابون، وهي الجبهة يعني التي اضطر النظام مجبرا على استخدام الكيماوي فيها بسبب يعني عدم قدرته على منع تقدم الجيش الحر. حتى اللحظة الجيش الحر مسيطر على الوضع، جبهة المتحلق الجنوبي يعني باتت تحت سيطرة الجيش الحر، لا تدخل دبابة إلى المنطقة إلا يفجرها الجيش الحر بشكل كامل، ويعني تتحول إلى براغي وجنازير. أيضا بالنسبة لليوم الجبهات المفتوحة يعني على طريق مطار دمشق الدولي، يحاول النظام اليوم فتح معركة اسمها جدار الناري بهدف السيطرة على شبعة وفصل شمال الغوطة عن جنوبها، لكن حتى اللحظة لم يستطع التقدم باتجاه شبعة والسيطرة عليها. أيضا اليوم فقد أكثر من 50 قتيل، وهناك أنباء عن أن العدد وصل إلى 80 قتيل لقوات النظام عند مداخل المدينة. وأيضا يعني الدبابة تم تدمير
100 دبابة، وأيضا استمرار قطع طريق مدار دمشق الدولي، وأنت تعلم يعني سيد سمير ما لهذا القطع من أهمية على شل الحركة. هذا الطريق صحيح. بالنسبة للنظام هو حيوي واستراتيجي. نعم أيضا معارك برزة اليوم تضني النظام، يعني يحاول منذ 4 أيام السيطرة على حي برزة والتقدم من جبهة واحدة، وحتى الآن لم يستطع التقدم. هناك يعني خسائر أيضا للنظام على كل الجبهات يوميا، على الرغم من أنه يملك كل أنواع السلاح، وعلى الرغم يعني من السلاح الجوي الذي يضرب به المجاهدين على الأرض، وأيضا المدرعات التي يمتلكها T-72 والT-82 التي يعني هي ما تشكل صعوبة في المعارك على الأرض. وعلى الرغم من ذلك يعني هناك تقدم بالنسبة للجيش الحر وتقدم جيد. شكرا جزيلا ديما الشامي على هذا الإسهاب وهذا الإيضاح لمعارك دمشق. كما قالت السيدة ديما الشامي كانت معنا من دمشق أكثر من 8